بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان أسلوب التعجب. إيه هو أسلوب التعجب؟ أسلوب التعجب ده أسلوب بيستخدم عشان أتعجب من جمال شيء أو من قبحه، وليه صيغتين قياسيتين: صيغة ما أفعله وصيغة أفعل به. صيغة ما أفعله زي ما أقول ما أجمل الربيع، وصيغة أفعل به زي ما أقول أجمل بالربيع. لو جينا خدنا الصيغة الأولى ونشوف إعرابها، ما أجمل الربيع، ما طبعا دي تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ، أجمل ده فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل مستتر تقديره هو، والجملة كلها في محل رفع الخبر، والربيع المتعجب منه بيبقى مفعول به منصوب. أجمل بالربيع، أجمل ده فاعل ماضي جه على صورة الأمر مبني على السكون، وبالربيع الباء حرف جر زائد، والربيع متعجب منه فاعل مرفوع محلا ومجرور لفظا وعلامة جره الكسرة. لو جينا للاشتقاق بتاع فعل التعجب بشكل مباشر، فعل التعجب بيتم اشتقاقه بشكل مباشر على وزن أفعل من الفعل اللي يكون ثلاثي، ويكون الوصف منه مش على وزن أفعل ولا فعلاء، ويكون تام، ويكون مثبت، وطبعا مبني للمعلوم، ويكون متصرف، ويكون قابل للتفاوت، يعني فيه نسبة وتناسب. لو جينا بقى لاشتقاق فعل التعجب بطريقة غير مباشرة، ده لما بيفقد الفعل شرط من الشروط الخمسة الأولى. أولا لو فقد الفعل الشروط الثلاثة الأولى، بمعنى أنه يكون مش ثلاثي ولا الوصف منه على وزن أفعل اللي مؤنثه فعلاء أو حتى فعل ناقص، بنجيب فعل تعجب مساعد من عندنا يكون مستوفي للشروط. بعد كده نجيب المصدر المؤول أو الصريح من الفعل اللي افتقد للشرط، زي ما أقول الفعل احترم، الفعل ده فعل غير ثلاثي. طب عشان أجيب منه التعجب أجيبه إزاي؟ هقول ما أفضل احترام الصغير للكبير. أنا جبت أفضل صيغة تعجب اللي هي أفعل من فعل مستوفي للشروط، وجبت المصدر بتاع أحترم احترام وحطيته اللي هو المصدر الصريح، أو أقول أفضل باحترام الصغير للكبير، أو أقول ما أفضل أن يحترم الصغير الكبير. هنا بقى أن يحترم ده المصدر المؤول اللي هو أن والفعل المضارع، أو أقول أفضل بأن يحترم الصغير الكبير. لو جينا على مثال آخر، طبعا ده من الفعل كان، الفعل كان احنا عارفين فعل ناقص، فهنقول ما أجمل كون الامتحان سهلا، أو أجمل بكون الامتحان سهلا، أو ما أجمل أن يكون الامتحان سهلا، أو أجمل بأن يكون الامتحان سهلا. طيب ثانيا لو الفعل افتقد الشرطين الرابع أو الخامس، زي ما قلنا هنجيب من عندنا فعل مساعد مستوفي للشروط على وزن أفعل، وبعد كده أجيب المصدر المؤول بس، يعني مش هجيب المصدر الصريح، من الفعل اللي افتقد الشرط. مثلا الفعل لا يفهم ده فعل منفي، فهنقول ما أقبح ألا يفهم الطالب، أو أقول أقبح بألا يفهم الطالب، وألا هنا مكونة من أن زائد لا. لو خدنا مثال تاني، الفعل يصان ده فعل مبني للمجهول، فهنقول ما أعظم أن يصان العرض، أو أقول أعظم بأن يصان العرض. طيب ثالثا لو فقد الفعل الشرطين الأخيرين، بمعنى أنه يكون جامد أو ما يكونش قابل للتفاوت، هنا ما ينفعش أصلا أن احنا نتعجب منه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. عندي الأفعال الجامدة اللي هي نعمة وبئس وليس وحبذا وهيهات، طبعا في حبذا الفعل حبة لأن ذا دي اسم إشارة متصل مش تبع الفعل، بس هي الصيغة كلها حبذا. وعندي الأفعال غير القابلة للتفاوت زي جلس ومات وذهب. كده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.